رئيس هذه الجلسة المؤقت أستاذي ومشرفي وأستاذ الأساتذة الدكتور محمد أسلم الإصلاحي عميد هذه الكلية سابقا ورئيس قسم اللغة العربية لجامعة نكرة مرات والأستاذ الكبير زبير أحمد الفاروقي والأستاذ حبيب الله خان والدكتور عبيد الرحمن زميلي في القسم وأستاذي البروفيسور فدان الله الفاروقي والأستاذ أنور باشا من قسم اللغات الهندية في أيام وهل لعل هذا يساعده في تقوية لغته العربية باسمه improving his Arabic language أنا أشيد بصبره أيها الحضور الكرام الطلبة الأعزاء كما أنا سعيد أن أكون بين أيديكم أقرأ أمامكم ورقتي المتواضعة حول دور اللغة العربية في تطوير العلاقات بين الهند والعالم العربي وهذه الورقة ليست وجيزة متوسطة في الحجم تتضمن معلومات سبق ذكرها في خطاب سعادة السفير السعودي الضافي ربما يكون فيه تكرار ولكننا نكرر ونحب التكرار وقديما قال الشاعر العربي ما نقول من الكلام إلا معادا ومكرورا على كل حال أرجوكم التحمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحضور الكرام إن اللغة هي وسيلة للتعبير عما يدور في ذهن الإنسان من معان وأفكار وهي ذريعة للتواصل والتفاهم مع الآخرين معظم اللغويين يتفقون على وظيفة اللغة هذه فقديما عرف ابن سنان الخفاجي في كتابه سر الفصاحة اللغة قائلا اللغة هي ما يتواضع عليه القوم من الكلام واللغة عند أبي سوسر نظام ذهني يتم بموجبه ربط العناصر اللغوية سواء على المستوى الفونولوجي أو النحوي أو الصرفي ويعرف ابن جني اللغة بهذه الكلمات اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم فيؤكد ابن جني في هذا التعريف بأن اللغة ظاهرة صوتية وأن لها وظيفة اجتماعية هي أنها تربط بين أفراد المجتمع وأن لكل مجتمع لغته الخاصة وللغة وظيفتان مهمتان إحداهما أنها وسيلة للاتصال بين أفراد الجماعة اللغوية الواحدة وأخراها أن اللغة وسيلة للتعبير عن الحضارة التي تعيش بين ظلالها ذلك أن اللغة هي التي تعبر وتفي بأغراض هذه الحضارة وهي عن طريق ذلك تساعد على التواصل مع الحضارات الأخرى عن طريق ترجمة مفاهيمها وعلومها إلى اللغات الأخرى واللغة العربية بعد ظهور الإسلام بدأت تعبر عن الحضارة العربية الإسلامية فأوجدت لذلك مصطلحات جديدة تفي لأغراض هذه الحضارة كما قامت بإثراء ذاتها عن طريق التفاعل مع الحضارات الأخرى واستوعبت علومها وفنونها حتى استوعبت معظم العلوم والفنون والمفاهيم والآراء المعاصرة وأصبحت بذلك من أغنى لغات العالم وقد ساعدها على ثرائها وخصوبتها قدرتها الفريدة على التوليد والاشتقاق وحرص أهلها على حفظها وإثرائها باستعمالها في جميع مناحي الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية وحتى اليومية اللغة العربية كعامل لتطوير العلاقات الهندية العربية كما نعلم جميعا
أن العلاقات بين الهند والعالم العربي وثيقة ومتميزة وضاربة في عمق التاريخ الهندي العربي، وهي علاقات ترجع جذورها حسب ما تؤكده الأدلة الأثرية إلى عصر حضارة وادي السند التي تعرف شعبيا بحضارة الهرابا ومهنجدارو التي نشأت في منطقة السند وما جاورها، وهي الآن واقعة في باكستان ونشأت قبل 5000 سنة. ولكن بسبب غياب الوثائق التاريخية لم تصل إلينا تفاصيل هذه الروابط. ويؤكد المؤرخون أنه قبل ظهور الدعوة الإسلامية الكريمة عرف العرب الهند في جاهليتهم من خلال الرحلات التجارية البحرية التي كانت سفنهم تنقل خلالها البضائع المتبادلة بين الجانبين، ودفعهم ذلك إلى الاختلاط بسكان المدن وأسواقها الواقعة على سواحل الهند والسند، واستوطن بعضهم فيها وتزوج من نسائها وتعلم لغتها، كما أثرت لغة الضاد عموما باللغات الهندية نفسها، فدخلت اللسان الهندية مثلا كلمات عربية كثيرة، كما خالطت اللسان العربي في المقابل كلمات هندية كثيرة. ونعرف أن كلمة زنجبيل وكافور وقرنفل والساج والصندل والتنبور وغيرها كثيرة هي كلمات دخلت من اللغة السنسكريتية. على أن العلاقات اللغوية والثقافية وحتى الاجتماعية بين الهند والعالم العربي توطدت على نحو أوثق وأقوى بعد ظهور الإسلام ودخوله تلك الديار على يد التجار العرب أولا، الذين وثق بهم وبصدقهم وأمانتهم كثير من الهنود وحكامهم أيضا، فدخلت بناء على هذه الدوافع الأخلاقية التلقائية أفواج كثيرة منهم الدين الحنيف، الدين الإسلامي الحنيف، دونما أي ممانعة اجتماعية أو سياسية أو حتى دينية تذكر. وبفتح محمد بن القاسم الثقفي منطقة السند في سنة 710 ميلادي ثانيا، وبدأ بذلك عهد جديد لاستيلاء الإسلام السياسي على أرض الهند، وتوالت على الهند حكومات إسلامية تحت الغزنويين والغوريين والمماليك والخليجيين والتغلقيين والسادة واللوديين والشرقيين في جونبور والخانديش في برهانبور والبهمنيين في كرناتك والعادل شاهيين في بيجابور والقطب شاهيين في غولكندا والنظام شاهيين في أحمد نجر والمغول والهند زمن الاستعمار البريطاني. ظلت اللغة العربية طوال هذه الفترة الطويلة التي تمتد إلى 1000 سنة تحظى بعناية كبيرة من الحكام والعلماء المسلمين، فأقيمت على أرض الهند مدارس إسلامية كثيرة كانت تهتم اهتماما بالغا بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية وشتى العلوم العربية والإسلامية. وخلال هذه الفترة الطويلة كان العلماء والفلاسفة والهنود المسلمون وغيرهم يسافرون إلى البلاد العربية، كما كان العلماء العرب يسافرون إلى الهند ويستفيدون من علومها ومعارفها ويفيدون أيضا، كما فعل البيروني وابن بطوطة وكثير آخرون. لقد كانت اللغة العربية همزة وصل بين الحضارتين العظيمتين العربية والهندية، وأسهمت إلى التقارب الثقافي والفكري بينهما، وازدهرت اللغة العربية وعلومها ومعارفها ازدهارا كبيرا على أرض الهند حتى صارت كأنها بقعة عربية. ولا أدل على ذلك من أن فن الحديث لم يزدهر في أي بلد غير عربي مثلما ازدهر على أرضها، فكان العلماء من الأقطار العربية يؤمون إليها بطلب علم الحديث والاستفادة من علمائها الذين ذاع صيتهم في العالم. وكفى لنا دليلا ما قاله العلامة رشيد رضا منشئ مجلة المناة في مقدمته لكتاب مفتاح كنوز السنة
لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلم الحديث في هذا العصر لقضي لها بالزوال من أمطار الشرف. فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة. دور الترجمة في التواصل الحضاري بين الهند والعالم العربي. لقد كانت العلاقات التجارية والفتوحات الإسلامية أشبه ببذور ألقيت في تراب شبه القارة الهندية ونمت وترعرعت فيما بعد حتى أصبحت تجود بثمارها في صورة العطاء الثقافي العلمي. وما إن ظهرت الدولة العباسية حتى نشطت الحركة العلمية والثقافية وقضيت حركة الترجمة إلى اللغة العربية. مثلت هذه الفترة بداية عهد جديد في التبادل الثقافي والعلمي العميق بين الهند والعالم العربي، كان فيه خير كبير للحضارة البشرية. فاعتنى العلماء العرب بنقل العلوم والمعارف من مختلف اللغات كالسريانية واليونانية والسنسكريتية إلى العربية في مواضيع تتعلق بالطب والرياضيات والفلسفة وعلم الفلك وما إلى ذلك. وكان لبيت الحكمة التي أسسها الخليفة العباسي مأمون دور يكتب بماء الذهب في تنشيط حركة الترجمة. يذكر أن أول كتاب هندي في علم الفلك سوريا سيدهانتا لصاحبه وارميرا الذي ألفه في القرن السادس الميلادي تم ترجمته إلى العربية بأمر الخليفة العباسي منصور. وتلا ذلك ترجمة عدد لا بأس به من الكتب العلمية مثل كتاب آريا باتيا لآريا بات وخندياكا لبرهما غوبتا. لقد أشار أبو ريحان محمد البيروني إلى بعض المراجع المشهورة في علم الفلك فيما بين العرب والتي كانت متأثرة بأفكار الهنود في علم الفلك. وبفن الرياضيات قام إبراهيم الفزاري المتوفى سنة 777 بترجمة المعادات الرياضية إلى العربية. واطلع العرب على النظام العددي الهندي الصفر من خلال ترجمة الأعمال الهندية وسموها الأرقام الهندية، وأخذها الأوروبيون من العربي وسموها الأرقام العربية. فالعالم مدين للعربي والعربية في استخدام الأرقام الهندية. وبفن الطب ترجمة العربية جرق سمهتا وسسرد المعروف عند العرب باسم سسرد وهيرديا أستانكا وسندسان سيديوغا والنيدان وكتاب السمي وكتاب النيدان الذي يشرح 404 من علامات ومظاهر الأمراض. ومن الأطباء الهنود الذين حصلوا على شهرة كبيرة في العالم العربي في العصر العباسي ومنهم منكا وابن دهن وبلها وعبد الله ابن علي، كما ذكر ابن النديم في كتاب الفارس تحت باب الطب الهندي. كما وجرت ترجمة المؤلفات الأخرى حول أنواع مختلفة من الثعابين وسمومها والعلاج للنساء الحوامل والمسكرات والأمراض والأدوية وآثار الهوس والهستيريا إلى اللغة العربية. نهض نابغة الزمان أبو ريحان البيروني بمهمة علمية كبيرة إذ قام بترجمة العديد من الكتب السنسكريتية إلى العربية ومن العربية إلى السنسكريتية. وأهم الكتب التي ترجمها إلى العربية سامخيا لكابيلا وباتانجلي، أصبح مشهورا في هذه الأيام في فن اليوغا الذي صار له ضوي كبير في هذه الأيام، وهو لمؤلفه برهما غوبتا. وأيضا ترجم بريهات سامهيتا ولاغوجا تاكام وهما لورميرا. أما تأليفه في العربية كتاب الهند مختصرا، فلا زال المرجع الأساسي المهم للإطلاع على الأحوال الاجتماعية في الهند في ذلك العصر. وقد جذبت الهند إليها عددا كبيرا من علماء ورحالة العرب قديما وحديثا الذين أدوا أدوارهم في تعزيز العلاقات بين الهند والعالم العربي، منهم ابن بطوطة
الذي